دكتور سامت، خلينا نروح لقضيه مهمه قبل المباراه. طبعا جيل 2008 من الاجيال المهمه جدا في منتخب مصر، معاهم مدرب كبير، مدرب عظيم، الكابتن احمد الكاس، وباين بصماته. الفتره اللي فاتت تم اجراء الاشعه، عارف الاشعه طبعا، عشان نشوف الرزق في عظمه، لو قفلت يبقى اللعيب ده عدى السن، لسه ما قفلتش يبقى لسه اللعيب مواليد 2008. اتحاد الكوره كان عمل الاشعه دي، والقائمين في اتحاد الكوره اظهر بعض اللاعبين، حوالي 7 لاعبين من انديه مختلفه انهم فوق السن. خلينا نتكلم والامور، الناس كلها عارفه الانديه وعارفه اللعيبه. النهارده من انبي كان في 4 لاعيبه من منتخب مصر: عبد الرحمن احمد محمد، عبد الرحمن الشهير باسكندريه، وانس رشدي، وعبد العزيز زغبي، وياسين حاتم. عملوا اشعه في حوالي 3 لعيبه، يعني كانوا قالوا الاشعه مش مظبوطه، اللعيبه اعمارها فوق السن، اعمارهم مش مظبوطه. فيهم لعب المباراه اللي فاتت كانت امام زد، والناس شاركت. طب اتحاد الكره فين من الموضوع ده؟ النهارده اتحاد الكره لما عملت الاشعه واظهر ان اللعيبه فوق السن، موضوع التسنين ازاي تسمح ليهم يلعبوا مع انديتهم؟ طب هل انت قررت النهارده الاشعه مره ثانيه علشان تقول ان اللعيبه دي عمل لهم اشعه وتاكد، ولا لا؟ دي كلها تساؤلات. فين اتحاد الكره من الموضوع ده؟ وموضوع مهم جدا. لا، الموضوع ده مهم جدا، من اهم المواضيع في قطاع الناشئين موضوع التسنين، ان في لعيبه كتير في بعض الانديه بتلعب مسننه، معدل اعمارها بيبقى اكبر من السن. وبعدين القرار ده طلع بقاله سنه، هو احنا ليه جايين نكتشف السنه دي ان في لعيبه؟ طب يعني انت اللي هي الاشعه دي انت مثلا بتتعمل في مراكز بره؟ لازم يبقى في مركز جوه اتحاد الكوره مخصص لمراقبه الموضوع ده، لان انت ما ينفعش دلوقتي يطلع 7 لعيبه من مواليد 2008 من منتخب مصر سنهم غير قانوني. وده على لسان، لو معانا يا جماعه التصريح بتاع اليوم السابع بتاع كابتن علاء نبيل، يا ريت نعرضه عشان برضو ما نكونش احنا بنقول كده. لا، ده كلام على لسان الكابتن علاء نبيل، ان في 7 مسننين من مواليد من منتخب مصر 2008، منهم كان منهم 4 من نادي انبي بمنتهى الصراحه، يعني اللي هو كان عبد الرحمن احمد اسكندريه، وعبد العزيز ابراهيم الفرويد، المهاجم ده مهاجم كويس جدا. بس الكلام ان هو قد يكون، الله اعلم بسنه، احنا يعني مش متاكدين. بس الكلام، النتيجه الاولانيه طلعت ان هو ايجابي، يعني الاشعه بتاعته، اشعه الرزق، بينت ان هو فوق السن. برضو انس رشدي وياسين حاتم. فانت بتتكلم ان الموضوع ده لازم يتم حسمه من بدري، ما ينفعش ان انا اعمل اشعه رزق وبعدين في بعض الكلام طلع ان هم بيروحوا يعملوا اشعات مع نفسهم. لا، ده انا هديك بقى المفاجاه في النقطه دي. اتحاد الكوره او لجنه المسابقات اقرت في البدايه، قالت ان احنا لازم الاشعه تكون في معامل معتمده مخصصة عشان التقرير يطلع صح. فبدات بعض الانديه تشتكي يا دكتور ثابت، تقول ان التكلفه عاليه، احنا هنعملها في اماكن ثانيه اقل تكلفه. فبدأت تروح لأماكن أقل تكلفة وبدأ التقرير يتلعب فيه. دي قضية تانية عايزين نروح لها برضو، يعني بس عشان الاستوديو التحرير النهاردة. لكن أنا تأكدت وبدأت برضو بعلاقاتي وتوصلت، والقناة هنا مفتوحة والاستوديو مفتوح للقائمين في نادي إنبي، لو عندهم أي جديد في هذا الأمر يبعتوا لنا، وهنقول دايما كل الحقائق والصراحة على قناة النادي الأهلي. لما توصلت للحقيقة قالوا إن في الأربعة اللي عملوا الأشعة عادوا الأشعة مرة تانية، الأربعة بنت إيجابية في الأولى. في المرة التانية الأربعة عملوا الأشعة، ظهر 3 سلام وفي واحد هو اللي كان فوق السن. وتخيل كمان من ضمن الـ7، إحنا بنتكلم 2008 دي مسابقة كام سنة؟ 16 سنة. في واحد طلع عنده 21 سنة. خمس سنين. ده أنا بديك معلومات دقيقة، في لعيب من ضمن الـ7، مش من إنبي. واحد من ضمن الـ7 طلع عنده 21 سنه بيلعب في مسابقه فيها 16 سنه. ان يعني بص اهو الخبر اهو. طيب. عرضوه على الشاشه، يا ريت نجيبه هنا بس. الخبر احنا مش ده التصريح بتاع الكابتن علاء نبيل. علاء نبيل كشف التسنين. الاتحاد المصري لكره القدم كشف التسنين اثبت وجود 7 لاعبين اكبر من اعمارهم بمنتخب 2008، ده مش كلامنا، ده كلام انت عارف معناه كابتن اسامه، ده كارثه. دي طبعًا. كارثه والله، كارثه لما يطلع كلام من معلش واحد مسؤول زي الكابتن علاء نبيل باسمه وتاريخه ويطلع الكلام ده، يبقى كارثه ان اللعيبه دي لحد دلوقتي بتلعب.